السلام عليكم اخوان. اليوم نشارك معكم هذا البوكس. هذا صيبته كندير فيه ولاد ديال العش باش انني نوكلهم ونحفظهم وكيحميهم من البرد. دونك شنو درت؟ شديت واحد البواطات عندي بحال هادو، فيهم واحد الباب بحال هكا، فيه هنا عيار، شي راه كيتصب بالعيار، فيه هنا عيار. حاولت انني نلصق وحده مع وحده، درت لهم باور بانك من برا. علاش باور بانك؟ باش يبقى الباب خدام. هاو شي الباب كيبقى خدام وما كيدوش لهم الصوت ديريكت، كيتسمع من بعيد. زياده على هذا اخوان، الباور بانك كنشارجيها من هنا من برا، كندير الكابل ديالي كيتشارجا او ميم طون الضو ديز الباب. حاجه اخرى، ها انتم الخوت، هادو راه كبروا شويه الله يبارك. هادو راه كانت عندهم يومين فاش درتهم ديال الكنار، كانت عندهم يومين. هاد جوج كنار وهادو ثلاثة حسوا. دونك شنو درت لهم؟ فرشت لهم واحد الكارطون كيكون مقطع بحال النجارة، هاهو كنفرشو. كندير هاد الكلينيكس باش ميوسخوش داك الكارطون، حيت كيبصقو ما في الجناب باش ميوسخوش لينا داك الكارطون. ها يلا حيدت لهم العش ديالهم حيت كبروا، حيت لهم العش، درت لهم هذا فين يتجمعوا، و تمشي للدار ونبدل لهم الطبيقه. الطبيقه باقا يلا حيت العش بنت هي مسخه، نمشي للدار ندير لهم طبيقه اخرى. دونك الاخوان هذه هي البواطه اللي درت الله يبارك. هاي راه كتسد من نفسها، ما كيتسمع الصوت فاش كنسدها وكنهز من هنا، راه كتهز بحالك شا كتهز بحالك. هادي كدي معايا فيما كنت، في موطور طوموبيل مسافر فيما كنت كنديهم معايا، و ميم طون مسخناهم و مدخله لهم حتى الهواء باش ما يتخنقوا ما هو. هادي نفعتني بزاف الصراحه، حبيت انني نشاركها معاكم، واللي بغى يستافد منها الله يسخر لي الامور. الناس اللي يسولوني شنو كتحفظ، اخوت كنحفظ هذيك التركيبه اللي لحد عبد اللطيف السمارين، هي اللي ليح كنحفظ بهاد الوليدات. هادو ثلاثة ديال الوليدات الله يسر فيهم. كيما كجات على هاد اللعيبة صراحة في المستوى، والله إلا صايبتها في المستوى. تحية ليا. تحية لجميع المتتبعين، والله يسهل على أي واحد كيبغي يدير شي حاجة زوينة.